السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو فيصل السيف، واحد التقنيات اللي لقيتها في قسم أنت لها علاقة في الأطفال. الحين أحد المشاكل اللي موجودة في أمريكا هي ترك الأطفال في نفس السيارة، والأطفال لا قدر الله يموتوا في السيارة بسبة الحرارة اللي تجيهم خلال تركهم في السيارة. هذه مشكلة مو بس في أمريكا، موجودة حول العالم. ولكن على طول جت شركة اسمها نابي. الشركة هذه طورت فكرة، والفكرة هذه تحولت إلى منتج فعلي حيكون متوفر خلال الربع الأول من عام 2016. المنتج هو فوهو هو القطعة هذه اللي شايفينها. تيجي القطعة نركبها على كرسي الأطفال، ويكون في عندكم باد موجود تحت، الباد الصغير اللي موجود تحت هنا هذا فيه سنسر تم تطويره بالتعاون مع أنت له علاقة في الضغط والكبس. فأنت لما تضغط على المكان هذا اعرف السنسر بيعرف أن الطفل موجود هنا، وهذا capacitive sensor. فمو بس بالضغط، في الإحساس حق نفس الضغط هذا يكون موجود. فحتى لو كان تكرمون الطفل لابس قفاز حاجة شيء، بيحس الكرسي إنه الضغط هذا قاعد يصير على الكرسي. فأنت الجهاز هذا هو موجود ومربوط طبعا في نفس البادرينج الموجود، او نقدر نقول مسطح، وعندك التطبيق اللي موجود على جوالك. جوالك لما تبعد عن السياره بينبهك بشكل جدا كبير، وهذه الحين مربوطه. لو حطيناها هنا هنعرف انه في عزل، حيصير على طول يقعد يقول لك التطبيق انه في تحذير وما تحذير، انه انتبه طفلك موجود على الكرسي. او حتى خلال ما انت قاعد تسوق السياره وطفلك ولا ابنك موجود ورا في السياره، هيعطيك تنبيه انه درجه الحراره مو مناسبه له، شغل له مكيف، ضبط اموره. تعرف الاطفال ما حيقدروا يقولوا لكم ويتفاعلوا معاكم انه ترى حر قاعد يعرق يبو، انا قاعد هنا خلصنا شغل مكيف، ما يعرفوا الاشياء ذي. على طول طلع تنبيه انه في حراره زادت بالموضوع وانه الحراره مو كويسه، بنطلع ونعرف انه الامور جدا كويسه. شيء جدا اكنولج انه عرفت انه في تنبيه. منتج جميل جدا، دوروا فوهو الشركه اللي حتنزل نفس المنتج من خلال بيست باي المحلات اللي موجوده في امريكا حينزلوها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بالفعل اقدر واحترم لما الشركات تحل مشكله موجوده لها علاقه في اطفال ولا شيء، بيحلوا المشكله. ما عندنا استعداد نقدر نحاكم ونقاضي ونسوي مشاكل مع الناس ونحاول نوعي نحل المشكله، بتساعد الناس انهم يؤمنوا. يا مان الكريم.